ورحمة الله وبركاته. النهاردة انتوا معايا في جولة جديدة من جولات دينا شانل، وانا النهاردة احنا في معرض الامانة للاخشاب. هنقدم حاجة جديدة على القناة، طلبت مني روحي يا دينا صوري حاجات الديكورات او المنازل او البيبان. تعالوا بقى نشوف الخامات والجودة والاسعار والفرق طبعا بين الخامات كلها. تعالوا نبدأ كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت جديدة معايا في القناة ما تنسيش ان انت تشوفي الفيديوهات القديمة، وتحية كبيرة للناس الموجودين معايا ال 21,000 مشترك. يلا بينا نبدا الحلقه. بيبان الاكورديون في منها عرض متر، ايوه في منها عرض 86، ايوه النوع في اتحاد اوروبي، في ماليزي، وفي ستايل تايوان. اجود الخامه، اجود الخامه في اللي هو الاتحاد الاوروبي الكويس والماليزي، الاتحاد الاوروبي والماليزي. طب الاسعار تختلف من كام لكام؟ بالنسبه هي جت طبعا من زيادات الفتره اللي فاتت. العرض متر بيعمل 450، والعرض 86 بيعمل 400. تمام. طيب تعالوا معانا كده، ده باب شقه زين طبقتين، ده واخد وش كويس. ده بكام؟ عرضه كام وطوله كام؟ ده طوله 25 وعرض متر 25. ده باب الشقه بيبقى متر كله. متر. ده عامل كام؟ ده عامل 2000. 2000 بالحلق؟ الحلق بتاعه. في منه طبعا كذا شقه. لا عايزين نشوف اشكال لو موجوده. ايوه. ده برضو عامل 2000 جنيه ولا ازيد؟ ده طبعا يختلف شويه صح؟ ده واخد عشرة ارو في العشرة بوبنجا وعليه رسمة ام دي اف. ده عامل كام؟ دي عاملة 300، اللي هي الفرنتونة بالعمودين. الفرنتونة بالعمودين عاملة 300. الشاب بتاعه ماكسيم. ده عامل كام؟ ده نفس السعر. 2000؟ في حاجات في نوعيات تانية زي الورق. ايوه. ده زين؟ لا ده موسكي. ده موسكي. عليه قشر برضه. ده يعمل 1800 و1800. ده خشب موسكي؟ واخد قشرة. واخد قشرة. يعني ايه واخد قشرة؟ قشرة اللي هي القشرة الحمراء دي. دي قشرة موجنة، دي قشرة هارو. وده بالك في قشرة بليساندر السمرة دي، وعليها رسومات اللي هي الشغل العربي ده. ايوه. ده عامل 1800 جنيه. بالحلق بتاعه برضه. كل حاجة هنا يا جماعة كاش. في طبعا الشكل اللي هو الفيلا ده برضه. كده هنشيل السلم ده. السلم ده بكام بقى؟ مقاسات السلم يبدأ من المتر ونص، المترين والمترين ونص وثلاثة متر. المتر ونص بكام؟ المتر ونص عامل 300. 300 والمترين؟ المترين يعمل 350، وال المترين ونص يعمل 450. العنوان يا جماعة شارع الوحدة، شركة الأمانة، قدام بيتك بالظبط. شارع الوحدة قدام شركة قدام بيتك شركة الأمانة، أول واحد جنب أحذية الشريف بالظبط. برضو كده هناخد الدور كده، عرفنا الأكورديون والخشب الزان والخشب المصري. كده كنت وصلت معاكم لنهاية الحلقة النهاردة. ما تنسونيش المتابعة واللايك والشير. اللي عايز العنوان شارع الوحدة جنب محل شريف للأحذية قدام بيتك شركة الأمانة، وكل حاجة عندهم كاش يا جماعة، مفيش تقسيط لأي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.